وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. عبد الله بن أبي أوفى وحويلي أصابتنا وحنا هلأ شيء مجاعة قاتشة أي أن هلأ شيء ليالي خيبر هبي النذي خيبر أي قاتشة أن هلأ شيء وقاتشة أن قارسي سنين حتك الضرورة ذا قارسي سنين. فلما كان يوم خيبر مركي اللي هلأي مارنتي خيبر وكان تام أي وجد أم حصل مركو حصلي أم مركي اللي هلأي مارنتي خيبر وقعنا في الحمر الأهلية حنكرد عني وبمعنى أن قالني ضميره تدل تشوق هاي أهل كلون نسبي إدتك مركا وحوية أي دقن شرين أما هي سنشرين ضميرها صان كرد عني فانتحرناها واجور عني عن واقلنا عن وحلقت المامية أي فذبحناها واجور عني. فلما غلت بها القدور مركي دريوه كوكرين هلبك ضميرها نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد واقي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم شخصي ودرين ودواقه أي دواقي يعني دواقه رسولك عليه الصلاة والسلام بمعنى كي أمرك رسولك كل دواقي يا دواقي والصحابة كم إذا أن أكفئ القدور أفرغ دكسية أفرغ دريها يا أفرغ أو قبة وحكو شرا ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا هلبك الضمير هدد لتشوق وحبها كعننا وحكا عن تانياني شرين الإكفاء وقلبات دمركا داري قيل قلبه وحوي الأفرقه وحلوحي كتشري مركا لقبه مركا وحينا مركا إيهين شيء خبيث على قتل المما يساسا لأفرقه حديث البخاري مسلم بسوري روايات قاركود وحي كود دريان فإنها رجس يعني وحوي رجسي وي يعني قروي مركا تعليلك وحي أصابيين يعني قرن تعي ويهي. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. أبي ثعلبة الخشني صحابي قال لي هذا وحولي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحو حارنت النمائي لحوم الحمر الأهلية ضميرها الددلتشوق هلب كودو حارنت النمائي عن لحوم الحمر الأهلية ضميرها الددلتشوق هلب كودو حارنت النمائي حديثك وحا سوري بخاري مسلم أي سوري حديث كان يا حديث كهرباء وحي كتصين أيان ضميرها الددلتشوق إني حاران يهين وهلب كودا إن لعناء إني بنانين يقول صحابة أي قاتشون أيان أي النبي وحا أمري عليه الصلاة والسلام إن أي مركة قبان ودريها يعني هلبك كرية ودريها كتشري مركة دميرها دتك لتشوغة إن لقوبة ولا أفرقه أي أمر صابته أمرين وإني مركة رجس تاي فإنها رجس قروي سيد الله رابي وقرن ماذا سوي قاد شاد أن مقار سيسنين سينه رأسه الشيغني حدكي الضرورة ذا وشيغ حارانتي كوب النانان يي مقار سيسنين مركة وحين نقول إيسا إن سيد الله قريبه اللي قديدي حتى الضرورة هذه قرص سنان لها يدو الله بنين لها إن عنان ولو أصارت تنبه حاران هالنقطه لكن حتى الضرورة ما قرص سنين لا محرمة مع الضرورة أما الضرورات تبيح المحظورات مركا حد الضرورة قاد شاء قرص سنين به عده النبي قدر عليه الصلاة والسلام صحابة أقيل السي وركا قرص سي روايات قار كوضو حكو صاروري إنه ها أبو طلحة رواية كان وحي الشيخ إيسا إنو أها بلال رواية كان وحي الشيخ إيسا إنو أها عبد الرحمن قالوا علم يقاركوذ وحي الهدين اسم ديدنا وحلقوا حنبارا يا مركي هوري إنو النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أدري أبو طلحة أدواقي مركي دمنا عبد الرحمن يا بلال إنو أدري أدواقين مركي صدح بأين أدواقين بلقى قاضنا يا وحلقى قاضنا يا خبر كعدل إن لا أقبل يا ويا صحابة أدواقى سيجاري دايوغو مركا بدن كودو مي مقلين هذا الكي النبي عليه الصلاة والسلام مركا خبر كعدل يقول شيغو إلا أخبال إياه لغا قادن إياه وحكرو لغا قادن إياه شايغا إن لو باهن يهي باهدو إنا نبنين إنن مرها دين حد الضرورة إنا قارسيسن إن شاي حارانا إنا نبنين إن وحكرو لغا قادن إياه شايغو هدو حاران يهي إن وحوي مركا
هدي لو جود الشرنا مركب وحال لقى بحيو هدي وحوي أن لو جود الشرنا أن لا بلابين أي لقى قاضنيا وحكل لقى قاضنيا إن وحوي مركب منكر وحي والشرع خلاف سن إن دتك الله عدي الله شيعه وأن لا لسه جن وقت الضمبع هدي وقت جس التاجين يهي ولو روح معذور بهاء هذا إن الله عدينا أي شيء قصينا نبنانين أي لقى قاضنيا حديث كمرك أبي الثعلبة يسوق حب كعدي هي تحريمك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية بعض ما وحي له دين مارتا خيبر نبي وحور رأبي طميرها دد لتشوق جاهل بكودا إلا عنو سيدتك أن ركوبك يقادي ددو أين يقو يران أي أور رأبي وأيو هدي مرك الله قشو قاتنا أي ترتو ده وحي صابي كرتا إن أي مرك يراتو قاديتكو يرادان لكن وحوي سيدا صحدي وحي تهي علادو إن أهين قاديدكو إنو يرادو إن لور ريبي بقاش لقبقان إيا قاديدكو إنو يرادو إن لور ريبين أي أرجح أه حانو الدليل علادو النبي وشيغي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس مركا قرن ماذا دراد يدين لور ريبا لقا قادنيا وايهي